بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء للثانوية العامة. وفي حلقة اليوم بمشيئة الله بنستكمل معا الفصل الخامس، ازدواجية الموجة والجسيم. هنبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة بشرح ظاهرة كومبتون. وظاهرة كومبتون قبل ما نبدأها حابين نمر على خواص الفوتون بشكل سريع، ونقول إن الفوتون عبارة عن كمة من الطاقة مركزة في حيز صغير جدا على شكل كرة، نصف قطرها هو الطول الموجي لهذا الفوتون. يبقى الفوتون عبارة عن كمة أو دفقة أو دفعة أو كوانتم، كل هذه مسميات صحيحة للفوتون. إذا الفوتون هو كمة من الطاقة مركزة في حيز صغير جدا على شكل كرة، نصف قطرها هو لمضة أو الطول الموجي لهذا الفوتون. الفوتون سرعته ثابتة لأن هي سرعة الموجات الكهرومغناطيسية بصفة عامة أو سرعة الضوء، وهي أقصى سرعة معروفة مهما كان تردده، ولا يمكن تعجيل الفوتون. الفوتون لا يمكن تعجيله لأنه جسيم غير مشحون، فلا يمكن زيادة سرعته، لأن سرعته في الحقيقة هي السرعة القصوى 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. الفوتون له طاقة تحسب من العلاقة E بتساوي H نيو، وH هو ثابت بلانك، ونيو هو تردد هذا الفوتون. كمان عندنا الفوتون له كتلة M بتساوي H نيو على C تربيع، H نيو على C تربيع، يعني كتلة الفوتون تحسب من العلاقة M بتساوي H اللي هي ثابت بلانك في نيو اللي هو التردد على مربع سرعة الضوء. وطبعا الكتلة بتكون طالما كان متحركا، يعني الفوتون كتلته بتكون موجودة طالما كان متحرك. أما إذا اصطدم هذا الفوتون بجسم فإن هذه الكتلة تتحول إلى طاقة يمتصها الجسم الذي أوقفه. وعشان كده بنلاحظ مع بعض، لو أنت واقف جنب حائط أو جدار وهذا الحائط أو الجدار سقطت عليه أشعة الشمس من فترة، بتلاقي إن هذا الحائط أو الجدار أصبح ساخناً. ليه؟ لأن الفوتونات التي تأتي من الشمس وتسقط على هذا الحائط بتتحول كتلتها إلى طاقة بيمتصها هذا الجدار أو الحائط أو أي جسم سقط عليه هذا الفوتون. الفوتون له كمية تحرك أو كمية حركة بتحسب من العلاقة BL بتساوي MC. طبعا لو عوضنا عن الـ M بـ H نيو على C تربيع وضربناها في C فبيكون الـ BL بتساوي H نيو على C. طيب الـ C اللي تحت لو احنا فكناها، C اللي هي سرعة الضوء بتتفك من معادلة انتشار الأمواج، فبتتفك لمضة في نيو. لو احنا فكنا الـ C اللي تحت اللمضة في نيو، النيو بتروح مع النيو اللي فوق، ويبقى عندي بي ال اللي هي كمية الحركة أو كمية التحرك للفوتون بتساوي اتش على لامدا. بهدوء كده، هذا الفصل أو هذا الجزء من الفصل يحتوي على مجموعة من القوانين البسيطة جدا والعلاقات، ورقة وقلم، وبتقعد تكتب هذه العلاقات وتستنتجها من بعضها، وبعد كده الأمور بتبقى بالنسبة لك سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة. يبقى إذا لمينا مع بعض خصائص الفوتون يا جماعة، وبننتقل إلى الظاهرة المهمة جدا اللي هنبتدي في دراستها إن شاء الله في هذه الحصة أو هذه الحلقة، وهي ظاهرة كومبتون. ظاهرة كومبتون هي عبارة عن اصطدام ما بين فوتون وإلكترون، اصطدام ما بين فوتون وإلكترون. عشان كده بنبدأها بسؤال، بنقول عند سقوط فوتون ذو تردد عالي وطاقته كبيرة زي فوتونات أشعة إكس أو جاما. طبعا أشعة إكس أو جاما موجودة في الجنب أو الناحية من طيف الموجات الكهرومغناطيسية ذات الترددات والطاقة العالية والأطوال الموجية القصيرة أو المنخفضة. طبعا هذا الفوتون ذو الطاقة العالية أو التردد العالي إذا ما اصطدم بإلكترون، تعالوا مع بعض نشوف إيه اللي بيحصل. هذا هو الفوتون، والفوتون له مجموعة من الخصائص، له طاقة H نيو، وله تردد نيو، وله طول موجي لامدا، وله كتلة H نيو على C تربيع، وله كمية تحرك H نيو على C. هذه الخصائص
كلها عايزين نعرف كيف أو ماذا يحدث لكل خاصية من هذه الخصائص أو كل صفة من هذه الصفات بعد الحادث اللي هيحصل بسبب تصادم هذا الفوتون مع إلكترون. يبقى الفوتون عايزين نضع أعيننا على الخصائص بتاعته اللي هي لمدة الطول الموجي نيو التردد E بتساوي H نيو اللي هو طاقة هذا الفوتون، كتلة الفوتون H نيو على C تربيع، كمية تحرك الفوتون PL بتساوي H نيو على C. هذه الخصائص لابد أن ننظر إليها في حين هذا التصادم. الفوتون شايفينه بيتحرك وبيلاقي قدامه إلكترون فبيصطدم بيه، الإلكترون بيبقى حر الحركة فبيحدث تشتت للإلكترون، يعني يغير سرعته واتجاهه وبينتقل إلى أو بيتحرك في الاتجاه اللي بيتحرك فيه الفوتون، وبيحصل له تغير في كمية التحرك، تغير في كمية التحرك مقدارها دلتا بي ال. دلتا بي ال احنا عارفين كمية التحرك بالنسبة للإلكترون بتساوي حاصل ضرب كتلة الإلكترون في سرعته، يبقى التغير في كمية التحرك دلتا بي اي بيساوي دلتا ام في في بالنسبة للإلكترون. طيب بالنسبة للفوتون، الفوتون أيضا بيتشتت وبيغير اتجاهه وبيحدث له مجموعة كبيرة من التغيرات، تعالوا نشوفها مع بعض. الفوتون بيقل تردده وتقل طاقته ويقل كتلته ويقل كمية تحركه ويزداد طوله الموجي وتبقى سرعته ثابتة. بعد كده تاني، الفوتون بيقل تردده وتقل طاقته وتقل كتلته ويقل كمية التحرك بالنسبة ليه ويزداد فقط طوله الموجي وتثبت أو تظل سرعته ثابتة، لأن هي السرعة القصوى اللي هي سرعة الضوء اللي هي 3 × 10⁸. لو نظرنا إلى هذا التصادم وهو يطلق عليه تصادم مرن، هذا التصادم يطلق عليه تصادم مرن أي يحقق حفظ مبدأ حفظ أو ينطبق عليه مبدأ حفظ قانون أو قانون حفظ كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة. هذا التصادم المرن يتحقق فيه قانون بقاء الطاقة، حفظ كمية التحرك وحفظ الطاقة بالنسبة لهذا الفوتون. لو شفنا الفوتون نلاقي ان هو حصل له مجموعة من التغيرات بحيث ان هو يبدو بالنسبة لنا في الخناقة دي او في التصادم ده ان هو خاسر او خسر كتير، طاقته قلت، تردده قل، كتلته قلت، كمية تحركه قلت، وطول الموجي زاد، ودي حاجة مش كويسة بالنسبة ليه، يعني حتى الحاجة الوحيدة اللي زادت دي تعتبر بخسارة ليه، لأن زيادة الطول الموجي ممكن تنقله إلى مكان آخر في الطيف أو طيف الموجات الكهرومغناطيسية. وفقط ما ثبت هو سرعته، ودي لأن سرعته ثابتة بطبيعة الحال وهو موجات كهرومغناطيسية. لكن نبص نلاقي الفوتون مبسوط جدا رغم البهدلة الكبيرة اللي هو تعرض ليها بسبب هذا الحادث. لو قربنا على الفوتون وقلنا له تعالى يا فوتون انت في هذا الحادث او في هذا التصادم خسرت كتير، الطاقة قلت والتردد قل وكمية التحرك قلت والكتلة قلت وزادت او زاد الطول الموجي وثبت السرعة، وده بالنسبة لك خسارة كبيرة، يقول مع ذلك مع هذه الخسائر الكتيرة أنا مبسوط جدا وسعيد جدا. ليه يا فوتون أنت مبسوط وسعيد بهذا التصادم؟ قال له لأن أنا قدرت أحرك جسم معترف بكتلته، أنا قدرت أحرك جسم له كتلة والناس كلها عارفة أن له كتلة وهو الإلكترون، إذن أنا ليا كتلة، إذن أنا ليا كتلة. وعشان كده بنقول أن ظاهرة كومتون أهم ما فيها أن هي بتثبت الخاصية الجسيمية للفوتون، يعني بياخد الفوتون شهادة بعد هذه الظاهرة أنه جسيم وأنه له خصائص جسيمية رغم كل الخسائر وكل النقص اللي حصلت في
القايمة اللي قدامك على إيدك اليمين من تردد وطاقة وكتلة وكمية تحرك ونقص في كل هذه الأشياء، إلا إن الفوتون مبسوط وسعيد جدا لأنه أثبت بهذا التصادم أنه جسيم وأنه له كتلة وأن له خصائص جسيمية، وهذا ما أثبتته ظاهرة كومتون بالنسبة للفوتون. أما الإلكترون على الجانب الآخر فتلاقيه زعلان خالص واخد على خاطره، لأنه فيه حاجة بسيطة جدا وهي الفوتون محدش كان معترف له بكتلة، اتصيت على حس الإلكترون وخد سمعة على حس الإلكترون، والإلكترون بالنسبة له أصبح شيء بسيط يقدر فوتون إن هو يحركه. يبقى الإلكترون زعلان جدا إن جسم ما كانش معترف له بكتلة قبل كده وهو الفوتون استطاع أن يحركه وأنه يغير السرعة اللي هو بيتحرك بيها. ودي ظاهرة كومتون، وأهم ما أثبتته ظاهرة كومتون هو أنها أثبتت أن للفوتون خصائص جسيمية. تعالوا مع بعض يا جماعة نشوف بقية المعلومات الموجودة عندنا. ظاهرة كومتون ما قدرتش تفسرها لنا النظرية الموجية أو الفيزياء الكلاسيكية أو النظرية الموجية الكلاسيكية، ما قدرتش تفسر لنا إزاي الفوتون يحرك إلكترون. ليه؟ لأنها كانت بتنظر إلى الفوتون أو إلى الضوء بصفة عامة على إنه، أو الموجات الكهرومغناطيسية بصفة عامة على إنها موجة، والموجة ما تقدرش تحرك جسيم له كتلة. ولكن استطاع النظرية الفيزياء الحديثة أو النظر إلى الفوتون، على إنه كرة من الطاقة لها كتلة. هذا التفسير استطاع لنا ان هو يفسر ما حدث في ظاهرة كومتون. يبقى النظرية الموجية او الفيزياء الكلاسيكية او النظرية الموجية الكلاسيكية لا يمكنها تفسير هذه الظاهرة، لانها بتنظر الى الاشعاع على انه موجات كهرومغناطيسية، وان هذه الفوتونات ليس لها كتلة وفقط هي موجات. ولكن اثبات الخاصية الجسيمية استطاع بها العلماء ان هم يقولوا ان اللي حصل في ظاهره كومتون يحدث او حدث كما يحدث في تصادم كرات البلياردو، وده لا يمكن ان يحدث الا بين جسيمين لهم كتله. يعني التصادم اللي حصل في ظاهره كومتون العلماء قالوا ان ده حاجه ما تحصلش الا بين جسيمين لهم كتله، زي ما بيحصل بين كرات البلياردو التي تتصادم تصادما مرنا، يحقق قانون بقاء الطاقة وقانون بقاء كمية التحرك، يحقق قانون بقاء الطاقة وقانون بقاء كمية التحرك لأنه تصادم مرن. يبقى نقدر نطبق قانون بقاء كمية التحرك على كل من الفوتون والإلكترون قبل وبعد التصادم، إن إحنا نقول أن كمية الحركة للفوتون زائد كمية الحركة للإلكترون قبل التصادم يساوي مجموعهم بعد التصادم. يعني يساوي كمية الحركة للفوتون بعد التصادم زائد كمية الحركة للإلكترون بعد التصادم. اللي قدامك ده دلوقتي واللي احنا قرناه مع بعض هو قانون بقاء كمية التحرك أو حفظ كمية التحرك، اللي بيقول إن مجموعهم للجسمين قبل التصادم يساوي مجموعهم للجسمين بعد التصادم. كمان يمكن ان احنا نطبق قانون بقاء الطاقة او قانون حفظ الطاقة بين كل من الفوتون والالكترون في هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة كومتون، فنقول ان طاقة الفوتون والالكترون قبل التصادم مجموعهم بيساوي طاقة الفوتون والالكترون بعد التصادم. يبقى دول اسمهم قانون بقاء كمية الحركة وقانون بقاء الطاقة، والاثنين أمكن تطبيقهم في ظاهرة كومتون، وأثبتنا من خلالهم إن هذا التصادم تصادم مرن يشبه تصادم كرات البلياردو. ظاهرة كومتون بتؤكد زي ما احنا قلنا الصفة الجسيمية للفوتونات، لأن الفوتون لو لم يكن له كتلة لما استطاع أن يتصادم تصادم مرن مع الإلكترون ويحقق بهذا التصادم قانون حفظ أو بقاء كمية التحرك وأيضا قانون حفظ أو بقاء الطاقة.
الفوتون لما بيسقط شعاع من الفوتونات على سطح بيسقط بمعدل فاي ال فوتون على الثانية. يبقى إذن الفاي ال هو معدل سقوط الفوتونات من شعاع بيحتوي على هذه الفوتونات على سطح ما، والفاي ال وحدة قياسها فوتون على الثانية، يعني هي تعتبر مقلوب زمن. مقلوب زمن كل فوتون بيسقط على السطح بينعكس، وسوف يعاني في خلال هذا الانعكاس تغيرا في كمية الحركة. يعني ايه تغير في كمية الحركة؟ يعني نقدر نقول دلتا بي ال للفوتون الواحد يساوي 2 ام سي، لانه رايح بكمية تحرك ام سي وراجع بكمية تحرك سالب ام سي، فنقدر نقول ام سي سالب سالب ام سي تساوي 2 ام سي، يبقى التغير في كمية التحرك بتساوي 2 ام سي، حيث ام هي كتلة الفوتون وسي هي سرعته اللي هي سرعة الضوء. نيجي بقى لما نحب نحسب القوة التي يؤثر بها حزمة الفوتونات على السطح، هنقول بتساوي التغير في كمية الحركة في الثانية، أو معدل التغير في كمية الحركة في الثانية. فهنقول إن الإف بتساوي 2 ام سي مضروبة في الفاي ال، علشان نبقى بنتكلم على كل الشعاع وليس فوتون واحد، يعني بنضربها في الفاي ال علشان القوة هيأثر بها الشعاع ككل وليس فوتونا واحدا. طيب تعالى مع بعض نفك الام. الام هي اتش نيو على سي تربيع. لما نفكها تطلع ان الاف بتساوي، والاف زي ما قلنا هي القوة التي يؤثر بها حزمة او شعاع الفوتونات على سطح، الاف بتساوي 2 اتش نيو على سي تربيع. التربيع هيروح مع السي اللي فوق، فيبقى الاف بتساوي 2 اتش نيو فاي ال على سي، 2 اتش نيو فاي ال على سي. طيب الكمية اتش نيو فاي ال تعتبر طاقة على زمن، لان قلنا الفاي ال تعتبر مقلوب زمن، وطاقة على زمن احنا كنا درسناها قبل كده على انها باور يعني قدرة. فنقدر نقول ان المقدار باور بيساوي اتش نيو فاي ال. فنروح على العلاقة اللي احنا كتبناها من شوية ونستبدل الاتش نيو فاي ال بالباور. علاقة اف بتساوي 2 اتش نيو فاي ال على سي، يبقى هنكتبها اف بتساوي 2 باور على سي. يبقى إذن القوة التي يؤثر بها شعاع الفوتونات او حزمة الفوتونات على سطح هتساوي 2 باور على سي. طيب لازم ناخد بالنا اذا لم يكن السطح عاكسا هنشيل الاثنين من القانون. يعني السطح العاكس القوة اللي يأثر بها شعاع الفوتونات او حزمة الفوتونات على السطح العاكس F بتساوي 2 باور على C، أما إذا لم يكن هذا السطح عاكسا فإن القانون سوف يصبح F بتساوي باور على C. طبعا الإلكترون لأن كتلته صغيرة جدا وحجمه صغير جدا، هذه القوة الضعيفة والصغيرة استطاعت أن تحركه. يعني لما نبص للقوة اللي بيؤثر بها شعاع الفوتونات هنلاقي إن F بتساوي 2 باور على C هي قوة صغيرة جدا، لأن مقامها هو سرعة الضوء، وسرعة الضوء 3 في 10 أس 8 مقدار أو كمية صغيرة جدا. ولما يكون المقدار الموجود في المقام كبير جدا اللي هو سرعة الضوء هتبقى الإف صغيرة جدا، فيبقى القوة اللي بيأثر بها حزمة الفوتونات أو شعاع الفوتون على سطح هي قوة صغيرة جدا لأن المقام بتاعها كبير جدا وهو سرعة الضوء. إذن هذه القوة صحيح حركت إلكترون، لكن لا تستطيع تحريك أي جسم آخر زي حائط أو حتى كتاب أو ورقة كتاب، لا يستطيع شعاع الضوء أن يحركها إلا إذا انعدمت القوة الأخرى المؤثرة عليه. يعني هذا الكلام ممكن أن شعاع الفوتونات يدير مروحة إذا كانت موجودة في جو أو وسط مفرغ من الهواء وانعدمت المقاومة بسبب الهواء، ممكن شعاع الفوتونات في هذه الحالة يستطيع أن يحرك مروحة إذا كانت أوراقها خفيفة جدا وموجودة في جو مفرغ من الهواء.
وفي بعض التجارب على النت ممكن توريك الحكايه دي. لما نحب نرسم العلاقه البيانيه بين الباور والاف من القانون السابق، هنضرب طرفين في وسطين ونطلع الباور بره اللي يساوي والاف على المحور الافقي، وساعتها هيطلع لي ان السلوب او الميل من هذه العلاقه هو نصف سرعه الضوء، نصف سرعه الضوء. ناخد مساله سريعه على هذا الجزء. بتقول المساله قدره مصدر ليزر 300 ملي وات عند طول موجي 6625 أنجستروم. ونخلي بالنا من الوحدات يا شباب، الملي بنضرب في 10 أس سالب 3، الأنجستروم هي وحدة قياس طول 10 أس سالب 10، 10 أس سالب 10. فيكون عدد الفوتونات المنبعثة من هذا المصدر كل دقيقة هي نقط فوتون. طبعا مديني هنا سرعة الضوء 3 في 10 أس 8، ومديني ثابت بلانك 6625 في 10 أس سالب 34 جول ثانية. فباستخدام هذه المعلومات تعالوا نحاول مع بعض نجيب له عدد الفوتونات ولكن في الدقيقة. نخلي بالنا عدد الفوتونات المطلوب هنا في الدقيقة. نكتب مع بعض القانون باور بتساوي H نيو فاي إل. احنا محتاجين هنا مين يا شباب؟ محتاجين الفاي إل، بس خلي بالك الفاي إل هو معدل سقوط في الثانية، يبقى هنحتاج نضرب في 60 بعد كده عشان نحسب عدد في الدقيقة. فنقول له ان الفاي ال في هذه الحاله بتساوي باور على اتش نيو، باور على اتش نيو. طب الباور موجوده في المساله؟ موجوده 300، بس ما ننساش نضرب في 10 اس سالب 3. طيب تحت في المقام عندي اتش موجوده ثابت بلانك 625 في 10 اس سالب 34. طيب نيو ما عنديش تردد في المساله، لكن عندي طول موجي فيه علاقة عندي اللي هي معادلة انتشار الأمواج سي بتساوي لامدا نيو، سي بتساوي لامدا نيو. من هذه العلاقة ممكن أشيل النيو وأحط بدلها سي في المقام ولامدا في البسط، سي في المقام ولامدا في البسط بدل النيو، على أساس إن أنا عندي علاقة بتقول سي بتساوي لامدا في نيو. كده يبقى كل الحاجات موجودة عندنا، باقي بس إن احنا نعوض 300 في 10 أس سالب 3 عشان ملي وات، 6625 في 10 أس سالب 10 عشان كلمة أنجستروم، في المقام 6625 في 10 أس سالب 34 ده ثابت بلانك، مضروبة في سرعة الضوء 3 في 10 أس 8، وده هيديني فاي ال بتساوي 10 أس 18 فوتون على الثانية. نرجع للمسألة، هو عايز العدد كل دقيقة، العدد كل دقيقة، يبقى هنمسك ال 10 أس 18 ونضربها في 60 علشان نحسب العدد في الدقيقة، فهيكون الإجابة بالنسبة لي 6 في 10 أس 19، 6 في 10 أس 19 فوتون على الدقيقة، 6 في 10 أس 19 فوتون على الدقيقة، ودي هتكون الإجابة الأولى بين القوسين اللي عندك بعد المسألة على إيدك الشمال. عندنا بعض المعلومات الجميلة بالنسبة لثابت بلانك. ثابت بلانك طبعا بنجيبه من القانون اللي بيقول E بتساوي H نيو، وبالتالي H بتساوي E على نيو. الE هي طاقة بالجول، والنيو هو تردد بالهيرتز، والتردد مقلوب زمن دوري، وبالتالي ممكن نقول إن الطاقة بالجول مضروبة في ثانية. دي برضو جزء من استنتاج الوحدات. ممكن نعرف ثابت بلانك يا شباب ونقول النسبة بين طاقة الفوتون إلى تردده، وممكن نقول مقدار الطاقة المصاحبة لوحدة الترددات، ووحدته بتكون جول في ثانية. لما نحب نرسم علاقة ما بين الإي والنيو، نضرب طرفين في وسطين، طلع الإي بره، بره اللي يساوي، وبالتالي نقدر نجيب السلوب أو الميل بسهولة. فنقدر نكتب إن الميل في هذه الحالة دلتا إي على دلتا نيو، وده هيساوي ثابت بلانك. الميل في هذه الحالة هيساوي ثابت بلانك. ممكن كمان نكتب إي بتساوي إتش نيو، ونيو نفكها سي على لامدا، نيو بتتفك سي على لامدا من معادلة انتشار الأمواج، سي بتساوي لامدا في نيو، وبالتالي النيو
نستبدلها بسي على لامدا. ومن هذه العلاقة نقدر نرسم رسم بياني آخر ما بين الإي ومقلوب الطول الموجي. بين الإي وواحد على لامدا، ما بين الإي والواحد على لامدا نقدر نرسم الرسم البياني اللي قدامك. طيب تعال نحاول نجيب الميل. فاضل عندي هنا في القانون مين؟ السلوب في القانون هيعتبر بالنسبة لي اتش سي، يعني اللي باقي عندي في القانون يعتبر اتش سي، ثابت بلانك مضروب في سرعة الضوء. هنا نقدر نقارن ما بين النموذج الميكروسكوبي والنموذج الماكروسكوبي، وكلمة الميكروسكوبي يعني الصغير الدقيق، وكلمة الماكروسكوبي يعني الكبير. وبالبلدي نقدر نقول النموذج الميكروسكوبي هو النظرة الدقيقة لموضوع الفوتون، إن إحنا ننظر للفوتون على قده وننظر للفوتون الواحد. ولكن النظرة الماكروسكوبية يعني العامة أو الكبيرة نقدر ننظر فيها للفوتون بشكل شامل على هيئة سيل أو فيض من الفوتونات بيشكل شعاع ضوئي. يبقى النظرة الميكروسكوبية هي نظرة صغيرة على قد الفوتون وعلى قد الإلكترون، ونظرة مصغرة بتنظر إلى كل فوتون على حدة، وخصائص وتصرفات كل فوتون على حدة. أما النظرة الماكروسكوبية فتنظر للشعاع الفوتوني كله على بعضه، يعني تنظر للخصائص الموجية للشعاع. فلما نيجي نتكلم على النموذج الميكروسكوبي، النموذج الميكروسكوبي بينظر للفوتون على إنه كرة، نصف قطرها هو الطول الموجي، وكمان الموجة المصاحبة ليه بتتذبذب بمعدل نيو، وكمان إن مجموع هذه الفوتونات المكونة للشعاع لها مجال مغناطيسي ومجال كهربي متعامدين على بعضهم وعلى اتجاه الشعاع، وكمان على إن مجموع طاقة الفوتونات بتساوي الطاقة التي يحملها الشعاع الضوئي. نيجي للنظرة الماكروسكوبية، يعني النظرة الكبيرة أو العامة أو الشاملة للموضوع، بنلاحظ فيها الخصائص الموجية. يبقى إذن النظرة الميكروسكوبية يتضح فيها أكثر بالنسبة لنا الخصائص الجسيمية للفوتون، أما النظرة الماكروسكوبية أو الكبيرة أو الشاملة أو العامة والعمومية للموضوع بيتضح فيها الخصائص الموجية أو سلوك حزمة من الفوتونات ككل مع بعضها. كمان شدة الموجة واللي بتدل على مدى تركيز الفوتونات بنلاحظها من النظرة الماكروسكوبية، وبتقاس بشدة المجال الكهربي أو شدة المجال المغناطيسي المصاحب لشعاع الضوء. كمان الموجة بتصف السلوك الجماعي للفوتونات. علشان كده نقدر نقول إن كلا النموذجين أو النظرة الصغيرة الدقيقة اللي هي النموذج الميكروسكوبي والنظرة الشاملة العامة للشعاع ككل اللي هي النموذج الماكروسكوبي، الاثنين يعتبروا وجهين لعملة واحدة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. نيجي لحاجة جميلة جدا برضو في حلقة اليوم، وهي العلاقة ما بين الطول الموجي للفوتون وكمية الحركة الخطية له. العلاقة بين الطول الموجي للفوتون لامدا وكمية الحركة الخطية له. تعالوا نروح مع بعض نقول إن كمية التحرك أو كمية الحركة بتساوي الكتلة في السرعة. طيب الكتلة بالنسبة للفوتون هي h نيو على c تربيع، كتلة الفوتون h نيو على c تربيع. نعوض في العلاقة اللي قبلها، يبقى إذن bl للفوتون بتساوي h نيو على c تربيع مضروبة في c، c اللي في البسط هتروح مع التربيع اللي على c اللي في المقام، ونقدر نقول ان بي ال بتساوي اتش نيو على سي. اذا بي ال بتساوي اتش نيو على سي. خليك فاكرها معايا دي، ان كميه التحرك او كميه الحركه للفوتون بتساوي اتش نيو على سي. تعالى نروح لمعادله انتشار الامواج او المعادله العامه لانتشار الامواج، واللي بتقول ان سرعه الموجه بتساوي لامدا في نيو، سرعه الضوء كموجه كهرومغناطيسيه بتساوي لامدا في نيو. ومنها نقدر ان احنا نقول
ان البي ال بتساوي اتش نيو على نفك السي اللي تحت. خلينا في السطر اللي فوق عند شعار الوزاره كده، في عندي قانون بيقول ان البي ال بتساوي اتش نيو على سي. من معادله انتشار الامواج هنفك السي اللي في المقام، يبقى نقدر نقول ان بي ال بتساوي اتش نيو على لامدا في نيو، اتش نيو على لامدا في نيو، نيو في البسط تروح مع نيو في المقام، يبقى اذا البي ال بتساوي اتش على لامدا، اتش على لامدا. وممكن نكتبها ايضا ان اللامدا بتساوي اتش على بي ال. يبقى هذه العلاقه بين الطول، او هذه العلاقه بين الطول الموجي للفوتون وكميه تحركه مهمه جدا عندنا، لانها تشبه علاقه اخرى هناخدها بعد شويه لما ندخل على الخصائص الموجيه للجسيمات، وهتسمى معادله دي براولي او معادله دي برولي. هذه العلاقه بالنسبه للفوتون هتشبه الى حد كبير علاقه اخرى في الجسيمات اسمها معادلة دي برولي، ونفس المحتويات أو نفس المكونات اللي فيها. لما نيجي نرسم علاقة بيانية، طبعا بنهتم بالرسوم البيانية هنا لأنها مصدر كبير جدا للمعلومة في الامتحان، ومصدر كبير للأسئلة الهامة في الامتحان. لما نيجي نرسم اللامدا مع مقلوب البي ال زي ما احنا شايفين، هيبقى عندي اللي باقي، اللي عندي اللي باقي في القانون هو اتش وهو ثابت بلانك، عندي اللي باقي في القانون هو اتش وهو ثابت بلانك. طيب في سؤال هنا مهم جدا بيقول ماذا يحدث عند سقوط شعاع من الفوتونات على سطح معدن، ينفذ ام ينعكس؟ طبعا الاحتمالين موجودين معايا، ممكن ينفذ وممكن ينعكس. امتى ينفذ وامتى ينعكس؟ اذا كانت المسافات البينيه لذرات السطح أقل من الطول الموجي للفوتون، الفوتون هيرى السطح ده وكأنه مصمت، مفيش مجال إن هو يقترب. يبقى لما يكون المسافات صغيرة عن الطول الموجي للفوتون، هذا الفوتون سوف ينظر إلى السطح ويتعامل مع السطح كأنه سطح متصل وينعكس من عليه. أما إذا كان المسافات البينية لذرات هذا السطح مقاربة للطول الموجي لهذا الفوتون، طبعا الفوتون سوف ينفذ من خلال هذه المسافات ويمر من خلال هذه الذرات، كما يحدث مع أشعة إكس عندما تقابل سطحا ما وتستطيع اختراق هذا السطح والمرور من خلاله، زي لما تروح كده تعمل إشاعة لحد يكون أصيب في حادث، والورقة السمراء اللي انت بتشوفها دي بتحصل نتيجة اختراق أشعة إكس لعظام هذا الشخص عشان تبين لنا الكسر اللي موجود فيه، وده هناخده بالتفصيل إن شاء الله في فصل لاحق لما ندرس مع بعض الأشعة السينية بالتفصيل. يبقى السؤال كان ماذا يحدث عند سقوط شعاع من الفوتونات على سطح معدن، هل ينفذ أم ينعكس؟ نقول له الاحتمالين ممكن يحصلوا، إذا كانت المسافات البينية لهذا السطح أقل من الطول الموجي، هذا الفوتون يتعامل معه كسطح متصل وينعكس من عليه. أما إذا كانت المسافات البينية مقاربة للطول الموجي لهذا الفوتون، فإن الفوتونات تستطيع النفاذ كما يحدث مع أشعة إكس، وذلك لأن أشعة إكس أطوالها الموجية صغيرة جدا زي ما هندرس بعد كده، من 10 أس سالب 8 ل 10 أس سالب 13 من المتر، وبالتالي هتستطيع اختراق معظم المواد والنفاذ بين ذراتها وجزيئاتها. ننتقل إلى الجزء الأخير في حلقة اليوم بعنوان الطبيعة الموجية للجسيمات. احنا بدأنا في شرح هذا الفصل شباب، قلنا إن اسم الفصل الطبيعة المزدوجة أو ازدواجية الموجة والجسيم، ولخصنا من بداية أول حلقة في هذا الفصل، وقلنا أن معنى الفصل بيشرح كل محتويات الفصل، فقلنا معنى ازدواجية الموجة والجسيم أن الموجة بالإضافة إلى خصائصها الموجية المعروفة من انكسار وانعكاس وتداخل وغيرها، فإن لها خصائص جسيمية، ودي اللي وضحتها لينا في هذه الحلقة ظاهرة كوموتون. وأيضا الجسيمات المعترف بجسيميتها
أو بكتلتها زي الإلكترون بالإضافة إلى خصائصها الجسيمية، فإن لها خصائص موجية، وده اللي هتوضحه لنا حاجة اسمها معادلة دي برولي، وده اللي هنشوف مع بعض في الدقائق التالية. طبعا علمنا أن الموجات مثل الفوتونات لها طبيعة جسيمية، وده اللي أكدته لنا ظاهرة كوموتون. وأيضا جاء عالم محترم اسمه دي برولي قال أن الجسيم زي الإلكترون أيضا له طبيعة موجية، وده اللي بيسموه التماثل في الطبيعة. زي ما الفوتونات لها طبيعة جسيمية بالإضافة إلى طبيعتها الموجية، وجد أيضا أن الإلكترون له طبيعة، أو الجسيمات لها طبيعة موجية بالإضافة إلى طبيعتها الجسيمية. واللي أثبت لنا الكلام ده عالم اسمه دي برولي، وكان لاكتشافه هذه الطبيعة الموجية للجسيمات أثر كبير في اختراع جهاز مهم جدا، وهو الميكروسكوب الإلكتروني. إذن ما المقصود بالطبيعة المزدوجة؟ المقصود بالطبيعة المزدوجة أن الجسيمات مثل الإلكترونات لها طبيعة موجية بالإضافة إلى طبيعتها الجسيمية، وأن الموجات مثل الفوتونات لها طبيعة جسيمية بالإضافة إلى طبيعتها الموجية. معادلة دي برولي بتوضح العلاقة بين طول الموجة المصاحب لجسم متحرك وكمية حركة هذا الجسم. العالم دي برولي قال إن الأجسام وهي تتحرك تصاحبها موجة. الأجسام وهي تتحرك تصاحبها موجة. طيب، ووضع لنا نظرية أو علاقة سماها معادلة دي برولي، بتقول أن لمضة المصاحبة لحركة الجسيم تساوي H على BL لهذا الجسيم. نفس العلاقة اللي احنا درسناها من شوية بالنسبة للفوتون. يبقى لمضة للجسيم أو لمضة للموجة المصاحبة للجسيم بتساوي H على BL، يعني H على MV لهذا الجسيم. وطبعا ده بيشبه علاقة سابقة للفوتون، بتقول لمضة بتساوي BL H على BL للفوتون، وطبعا BL للفوتون بتساوي M في C للفوتون، حيث أن الفوتون يتحرك بسرعة قصوى وهي سرعة الضوء، عشان كده بنرمز للسرعة بتاعته بالرمز C، بخلاف الجسيم اللي بنرمز للسرعة بتاعته بالرمز V. ده شكل العالم دي برولي، واكتشف هذه النظرية اللي هي معادلة دي برولي سنة 1923، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء لهذا الاكتشاف العظيم سنة 1929. وده صورة من أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة اللي كانت أجريت مع هذا العالم الجميل العالم دي برولي، واللي كان سبب هذا الاكتشاف بالنسبة لنا هو اختراع الميكروسكوب الإلكتروني. ناخد بعض الملاحظات على معادلة دي برولي، ونقول إن العلاقة لامدا اللي هي طول الموج المصاحب لجسم متحرك بيساوي H على BL، يعني H على MV. إذن اللامدا المصاحبة لهذا الجسم تتناسب عكسيا مع كتلة الجسم وأيضا مع سرعته. تتناسب عكسيا مع كتلة الجسم وأيضا مع سرعته، لأنها بتساوي ثابت بلانك على حاصل ضرب الكتلة في السرعة اللي هو كمية التحرك. أي ممكن القول بأن لامدا تتناسب عكسيا مع كمية الحركة الخطية لهذا الجسيم. يعني لو عندنا جسيمين كتلتهم M1 و M2 بيتحركوا بسرعة V1 و V2، ممكن ان احنا نكتب لهم لامدا 1 على لامدا 2 بتساوي M2 V2 على M1 V1. العلاقة السابقة يمكن ان احنا نستخدمها لتعيين الطول الموج المصاحب لحركة معظم الدقائق المكونة للذرة. لو حبينا نرسم العلاقة البيانية هنا بين لامدا و BL، هتطلع علاقة عكسية. اللامدا والبي ال تطلع علاقة عكسية. إنما لو قلنا إن إحنا نرسمها مع واحد على بي ال، فالعلاقة ساعتها تبقى علاقة طردية. خدت بالك من الحكاية دي؟
اللامدا مع البي ال عكسيه، انما اللامدا مع واحد على بي ال تبقى علاقه طرديه. الميل ساعتها بتاع العلاقه الطرديه دي هيبقى ثابت بلانك، الميل هيبقى ثابت بلانك. يبقى احنا لو جبنا الكترون وعرضناه لفرق جهد كبير هيكتسب سرعه في، يبقى عند تعرض الكترون لجهد كبير هيكتسب سرعه في، ولما يكتسب سرعة هيكتسب كمية تحرك أو طاقة حركة. طاقة الحركة بتاعته تحسب من العلاقة نص ام في تربيع، يبقى إذا في اي، في هو الجهد اللي تعرض له الإلكترون، واي هو شحنة الإلكترون. طبعا ده يدينا طاقة، جهد في شحنة الإلكترون يدينا طاقة، هذه الطاقة سوف تتحول إلى طاقة حركية مقدارها نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته، نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته. عندنا مجموعة من أوجه التشابه ما بين الشعاع الإلكتروني والشعاع الضوئي. الشعاع الإلكتروني له طبيعة مزدوجة موجية وجسيمية، وأيضا الشعاع الضوئي له طبيعة مزدوجة، يبقى إذن الشعاع الضوئي له طبيعة مزدوجة وايضا الشعاع الالكتروني له طبيعه مزدوجه. فالشعاع الضوئي مجموعه هائله من الفوتونات لها طبيعه موجيه ولها خصائص جسيميه، والشعاع الالكتروني طبعا له طبيعه موجيه بفعل الموجه المصاحبه لحركه الالكترونات. الشعاع الضوئي شدته بتدل على تركيز الفوتونات، اما الشعاع الالكتروني شدته بتدل على تركيز الالكترونات. الفوتون بيحمل صفات الموجة من حيث التردد والطول الموجي والسرعة، أو بنقول إنه هو بيحمل الخصائص الوراثية للشعاع أو للموجة من حيث التردد والطول الموجي، والإلكترون يحمل الصفات الوراثية للجسيمات اللي هي الشحنة والكتلة والحركة المغزلية وكمية التحرك والحاجات الخاصة بكونه جسيم. نموذج الحيود للضوء يشبه إلى حد كبير أيضاً نموذج الحيود للإلكترونات. إذن خلاصة هذا الكلام أننا نستطيع استخدام الشعاع الإلكتروني كما نستخدم الشعاع الضوئي، بس هتبقى عندنا مشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن الشعاع الإلكتروني لا يمكن استقباله على حائل عادي أو شاشة عادية، ولكن تلزمه ما يسمى شاشة فلوريسية، والشاشة الفلورسية هي شاشة إذا ما سقط عليها الإلكترونات فإنها تومض وتعطي ضوء. إذا ما سقط عليها الإلكترونات فإنها تومض وتعطي ضوء. يبقى كل ما في الموضوع إن إحنا ممكن نستخدم الشعاع الضوئي أو الشعاع الإلكترونات في تكوين صورة، ولكن في الشعاع الإلكتروني لازم نستخدم شاشة فلورسية علشان تومض إذا ما سقط عليها الإلكترونات. هناك فروق أخرى ما بين الشعاع الضوئي وشعاع الإلكترونات، أن الشعاع الضوئي لا يمكن تعجيله لأنه بيتكون من فوتونات والفوتونات غير مشحونة، يعني مش ممكن أسرع الشعاع الضوئي لأنه أصلا سرعته قصوى اللي هي سرعة الضوء 3×10^80. الشعاع الإلكتروني يمكن تعجيله. يمكن تعجيله إزاي؟ لو أنا وضعت الإلكترونات في مجال كهربي أو في مجال مغناطيسي يمكن زيادة سرعتها بالنسبة لهذه الإلكترونات إن أنا أديها طاقة بتساوي شحنة الإلكترون في فرق الجهد الموجود، وهذه الطاقة سوف تتحول إلى طاقة حركية نصف الكتلة في مربع السرعة بالنسبة للإلكترونات. عشان كده بنستخدم الشعاع الإلكتروني في الميكروسكوب الإلكتروني. خلينا ندخل على طول علشان الوقت على الميكروسكوب الإلكتروني، وده شكل الميكروسكوب الإلكتروني، وده كان من الإنجازات الكبيرة اللي اعتمدت على مبدأ دي برولي، لأن الميكروسكوب الإلكتروني يستطيع أن يرى أجسام لم يكن الميكروسكوب العادي يستطيع أن يراها، فهو يستطيع التكبير إلى مئات الآلاف من المرات، قد يكبر حوالي نصف مليون مرة مثلاً، أو عدد التكبيرات أو عدد مرات التكبير أكبر بكتير من الميكروسكوب العادي. نسأل نفسينا، هو شرط إمكانية رؤية الأجسام أو تكبيرها بالميكروسكوبات إيه؟ الشرط هو أن يكون طول الموجة المستخدمة أقل من أبعاد الجسم أو أقل من طول الجسم. إذا كانت
طول الموجه المستخدمه اقل من ابعاد الجسم يمكن رؤيه وتكبير الاجسام سواء بالميكروسكوبات العاديه او رؤيتها باي شكل اخر. اما اذا كان ابعاد الجسم اقل من الطول الموجي المستخدم فلا يمكن رؤيه الجسم او تكبيره، وعشان كده الفيروسات من الصعب رؤيتها بالعين او بالميكروسكوبات العاديه. ليه؟ لان ابعاد الفيروس اقل من اقل طول موجي مرئي. اقل طول موجي مرئي هو الطول الموجي للاشعه فوق للاشعه البنفسجيه. اقل طول موجي مرئي هو الطول الموجي للاشعه البنفسجيه. الفيروسات طولها او ابعاد الجسم بالنسبه لها اقل من اقل طول موجي مرئي وهو الاشعه البنفسجيه، عشان كده الميكروسكوبات العاديه لا تمكننا من رؤيه الفيروسات. طبعا هنا اتحلت المشكله بعد اكتشاف العلماء موضوع معادله دي بروغلي وموضوع ان الالكترونات يمكن استخدام شعاع الالكترون كشعاع الضوئي، واتحلت مشكله ان احنا نرى الصوره في ان احنا ممكن نسقط هذه الالكترونات على شاشه فلورسيه، وخلاص اصبح كده الميكروسكوب الالكتروني كل عوامل اكتشافه كانت موجوده، اللي هي احنا عايزين شعاع يمكن تعجيله، وبالتالي طبقا لمعادله دي بروغلي ان احنا نزود السرعه وبالتالي نزود كميه التحرك وبالتالي نقلل الطول الموجي، ولما هيصبح الطول الموجي اقل من ابعاد الفيروس او اقل من ابعاد الجسم يمكن رؤيه وتكبير هذا الجسم، ودي نظريه او فكره عمل الميكروسكوب الالكتروني. يبقى إذن الميكروسكوب الإلكتروني استطاع تكبير الفيروسات لأن أمكن تعجيل الإلكترونات بحيث أصبح الطول الموجي المصاحب لها أقل من أبعاد الفيروس. يبقى إذن الأساس العلمي للميكروسكوب الإلكتروني هو الطبيعة الموجية لشعاع الإلكترونات المتحركة، أي علاقة دي بروغلي اللي بتقول ان اللامدا بتساوي اتش على بي ال يعني اتش على ام في. بص لي كويس للعلاقه دي، العلاقه دي بتقول ان الطول الموجي المصاحب لحركه الجسم بيتناسب عكسيا مع كميه تحركه يعني مع كتلته وسرعته. احنا لما نستخدم شعاع الالكترونات صحيح الكتله ثابته بالنسبه للالكترون، ولكن يمكن تعجيل الالكترون وزياده سرعته، وزياده السرعه هيقلل العلاقه العكسيه هنا يا شباب ما بين الفي اللي في المقام جنب الام وما بين اللامدا اللي على ايدك الشمال. لما نزود السرعه هيقل الطول الموجي فيصبح اقل من ابعاد الفيروس وبالتالي يمكن رؤيه الفيروسات. يبقى اذن فكره عمل الميكروسكوب الالكتروني هي ان احنا بنعجل الالكترونات ونكسبها طاقه عن طريق وضعها في مجال كهربي، وهذه الطاقة تتحول إلى طاقة حركة تزيد من سرعتها فتقلل من الطول الموجي المصاحب ليها، وبالتالي يصبح أقل من أبعاد الجسم اللي ما كانش يمكن رؤيته قبل كده، لأن الطاقة الكهربية بتساوي في اي وبتتحول إلى طاقة حركية نص ام في تربيع. فالعلاقة ما بين الفي فرق الجهد المستخدم لتعجيل الإلكترونات وما بين الفي في قانون الطاقة الحركية نص ام في تربيع علاقة طردية، وبالتالي اللامدا اللي هي الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون يمكن بزياده السرعه تقليل زي ما ظهر معاك السهم دلوقتي الطول الموجي لهذا الشعاع، لان العلاقه بينهم عكسيه ما بين سرعه الالكترون والطول الموجي المصاحب ليه، ودي كانت فكره عمل الميكروسكوب الالكتروني. كيف يعمل الميكروسكوب الالكتروني؟ طبعا عند سقوط الحزمه الالكترونيه ذات الطاقه العاليه والطول الموجي القصير المصاحب ليها بتقوم مجموعه من العدسات الالكترونيه المغناطيسيه باستقبال الحزمه الالكترونيه المشتته وبتكون صوره مكبره تسقطها على شاشه فلورسيه تومض وتعطي ضوء اذا ما سقط عليها الكترونات، وبالتالي نقدر نقول النسبه بين ابعاد الفيروس المراد تكبيره بالميكروسكوب الالكتروني الى طول الموجه المصاحبه لحزمه الالكترون طبعا النسبه هنا اكبر من الواحد الصحيح، لان ابعاد الفيروس هتبقى كبيره عن الطول الموجي، ولذلك يمكن استخدام الاطوال الموجيه الصغيره في رؤيه الفيروسات. ده مسار الاشعه بالنسبه للميكروسكوب الالكتروني. الكاثود اللي هو مصدر الالكترونات بيطلع لي حزمة من الأشعة الإلكترونية فيها عدسة مغناطيسية مكثفة بتكثف الإلكترونات
وتسقطها على الفيروس زي ما انت شايف كده. بعد كده فيها عدسة أخرى شيئية بتكون الصورة الأولى، وفيها عدسة إسقاط بتاخد الصورة الأولى وتكبرها مرة تانية وبيديني الصورة النهائية الكبيرة اللي على اللوح الفلوريسي أو اللوح اللي هو مغطى بمادة فلوريسية تومض وتعطي ضوء إذا ما سقط عليها شعاع الفيروسات. عندك صورة جانبية أيضا للميكروسكوب الإلكتروني. لما نحب نقارن ما بين الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الإلكتروني، ممكن نقارن من حيث الأساس العلمي، وممكن نقارن من حيث الإضاءة للجسم، وممكن نقارن من حيث العدسات. فنقول إن الأساس العلمي الميكروسكوب الضوئي انكسار الضوء خلال العدسات الزجاجية الشفافة، وبالنسبة للميكروسكوب الإلكتروني الأساس العلمي هو الطبيعة الموجية المصاحبة لحركة شعاع الإلكترونات، أو نقدر نقول معدل دبرولي. وإضاءة الجسم في الميكروسكوب الضوئي بتبقى بالأشعة الضوئية، أما إضاءته في الميكروسكوب الإلكتروني بتكون بشعاع إلكتروني ذو طاقة عالية. العدسات في الميكروسكوب الضوئي بتكون عدسات زجاجية شفافة، أما العدسات في الميكروسكوب الإلكتروني بتكون عدسات إلكترونية مغناطيسية. كمان نقدر نقارن من حيث الاستخدام واستقبال الصورة وقوة التكبير وأيضا قوة التحليل. بالنسبة للاستخدام، تكبير الأجسام الأكبر من موجة الضوء. الميكروسكوب الضوئي العادي يكبر الأجسام اللي أبعادها أكبر من موجة الضوء، أما الميكروسكوب الإلكتروني فبيكبر الأجسام الدقيقة كالفيروسات، واللي بيكون أبعاد الجسم فيها أقل من أقل طول موجي، وهو الطول الموجي للأشعة البنفسجية. بتستقبل الصورة في الميكروسكوب الضوئي على لوح فوتوغرافي، بينما في الميكروسكوب الإلكتروني بتستقبل على شاشة مغطاة بمادة فلورسية. قوة التكبير في الميكروسكوب الضوئي بتكون صغيرة نسبياً، يعني حوالي مئات أو آلاف المرات، ولكن قوة التكبير في الميكروسكوب الإلكتروني بتصل إلى مئات الآلاف وربما نصف مليون مرة في الميكروسكوب الإلكتروني. قوة التحليل بتكون محدودة في الميكروسكوب الضوئي وبتكون كبيرة جدا في الميكروسكوب الإلكتروني، وده طبعا لأن احنا بنتحكم في سرعة الإلكترونات المعجلة، وبالتالي نتحكم في الطول الموجي المصاحب لها، وكلما قل الطول الموجي استطعنا أن نكبر بشكل أوضح الأجسام الموجودة عندنا. فيديو بيبين لنا المجهر الضوئي الموجود معانا. ده طبعا المجهر العادي اللي بيستخدم بيكبر بعض الحاجات اللي عندنا دي، طبعا خلايا الدم متكبرة حوالي 600 مرة، ما بتحتاجش ميكروسكوب إلكتروني، المجهر العادي كفاية فيها. طبعا الموضوع بيرتبط بالأطوال الموجية، الموضوع بيرتبط بالأطوال الموجية. الميكروسكوب العادي بيكبر الأجسام للأطوال الموجية لها في حدود الأطوال الموجية للضوء أو أكبر منها. أما إذا كانت الأطوال الموجية أو الجسم صغير جدا لا يصلح الضوء لتكبيره. وهنا ديبرولي قال لنا إن الإلكترونات لما بتتحرك بيصاحبها أطوال موجية، وممكن نعجل هذه الإلكترونات زي ما أنت شايف عن طريق مجالات مغناطيسية، ولما نعجلها ونتحكم فيها بعدسات مغناطيسية يمكن إن احنا نصنع ما يسمى الميكروسكوب الإلكتروني، واللي ممكن يكبر لنا الأشياء أو الأجسام اللي عندنا مئات الآلاف من المرات، تصل إلى ربع مليون مرة أو نصف مليون مرة، بدل ما كنا بنكبر آلاف المرات أو مئات المرات بالنسبة للميكروسكوب العادي. أبنائي وبناتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في نهاية هذا الفصل، الفصل الخامس. موعدنا في الحلقة القادمة مع الأخوة الزملاء لبداية فصل جديد من فصول الحديثة، وهو الفصل السادس بعنوان الأطياف الذرية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.